الحقيقة هي الصور هتبتدي تنزل دلوقتي. أنا في حالة رعب، عشان رغم إني عايزين هوب إن شاء الله حملة أمل. اشرح لنا كده في الأول إنه يعني فيروس الكورونا هل هو بدرجة الخطورة دي اللي قاعدين بيبالغوا فيها، ولا هو مجرد دايما إحنا بكلامنا بين الحاجة التهويل الجامد لأ، والتهوين والطناش الجامد برضو لأ، يعني خلينا دايما بقى وسط شوية. حلو قوي. تمام، احنا بنقول انا بتكلم على مستوى الاطفال. نعم. اللي هم احنا بنخاف عليهم كلنا. صحيح. احنا بنقول انه فيروس الكورونا كل الحالات اللي اتسجلت في بالنسبه للاطفال عدد قليل جدا، ودي حاجه غريبه ومش مفسره الحمد لله. يعني طب الحمد لله، فالعدد اولا مش كتير، نمره اتنين المضاعفات تكاد تكون مش موجوده، لم تسجل ولا حاله وفاه واحده في الاطفال. دكتور شبيب، لما بتقول اطفال اطفال يعني تقصد من لغايه 12 سنه لغايه 10 12 بعد 12 بيبقى طبعا في بعض الدول بتقول 14 يعني، لكن مش بعيد عن الاختلافات، لكن احنا بنقول 12 سنه. بص حضرتك، احنا الحقيقه العيال عندنا اكتر حاجه بيخافوا منها التهاب الزور. تمام، فالتهاب الزور عند الاطفال ايه الاعراض اولا اللي بتخلينا نعرف انه البيبي ده او الطفل اللي مش عارف يقول لنا الحكايه الاعراض بتظهر ازاي؟ بس دايما احنا بنقول انه التهاب الحلق 95%، وده عشان نقطه احنا دايما بندي مسج بسرعه عشان الامهات اللي بتالف والامهات اللي بتكرر ادويه. التهاب الحلق ده التهاب فيروسي بنسبه 95%، 5% بيبقى بكتيري. ايه اللي يفرق بين ده وده؟ الطبيب بشده الدور، بالحاله العامه بتاعه الطفل، بشده الحراره وهكذا. فبالتالي انا كطبيب اطفال انا بقول ده فيروسي ولا ميكروبي، انا هدي مضاد حيوي ولا مش هدي، عشان نطلع من فكره ان انا اكرر روشته من نفسي او ان انا ادي مضاد حيوي بسهوله بتكرار روشته قديمه قبل كده. يبقى احنا كده عايزين نوجه رساله للامهات، ما تفتوش، مش اي دواء تاخدي روشته تديها لصاحبتك، كل حالة لوحدها. هم الأطفال عندهم مناعة أفضل مننا؟ المناعة بتاعت الأطفال أقل، لكن بتمشي بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أول سنتين، ودي أضعف مرحلة، بعد كده مرحلة من سنتين لسبع سنوات أكثر بتبقى المناعة أعلى شوية، من سبع لعشر سنوات بتبقى زي مناعة البالغين، ولذلك الطفل دايما هو صغير يبقى كثير التعب، بعد كده يبدأ يقل لغاية ما يبدأ لمرحلة الإيه، أما بعد سن عشر سنوات يبدأ تبقى مناعته زي الكبير بالظبط. ولذلك المناعة يعني عشان فكرة إيه، أنا هدي منشطات مناعة عشان أخاف من الفيروس الكورونا أو صحيح. دايما التغذية السليمة، العادات الصحية الجيدة، التطعيمات، هي دي اللي بتدي وقايه او مناعه. مفيش حاجه اسمها كلمه انا مناعه ابني ضعيفه، دي كلمه زي ما قلنا لو حضرتك فاكره المره اللي فاتت قلتها. مفيش حاجه كل حد يبقى يستسهل يقول لك مناعه، اصل المناعه بيتعب كتير فمناعته ضعيفه، لا ده كلام مش ايه، مش منطقي، ولا علمي ولا طبي. طب خلينا كده نبتدي نحط واحد اثنين ثلاثه. انا عايز احمي ابني قدر الامكان من ان يصاب باي فيروس، لا سمح الله كورونا ولا حتى انفلونزا، ايه الارشادات اللي بتديها؟ طيب بمناسبه كورونا وانفلونزا، الانفلونزا سنويا بتموت نص مليون بني ادم على مستوى والكورونا لا يتعدى نسبه وفياته كان 2% وتناقص ل 1% بدون علاجات وبدون، واحنا متعايشين مع الانفلونزا. فقصدي الرعب برضه الغير مبرر دي، برضه احنا نقول انه الانفلونزا اكثر خطوره واشد انتشارا من الايه الكورونا. انا عايز احمي ابني، يبقى انا اعلمه العادات الصحيه السليمه. انا بسيط جدا، الاوضه تتهوى كويس يا جماعه، واحد انا بعطس وبكح احط ايدي كده، بلاش ايه احط ايدي كده، احط ايدي كده فايدي بقى فيها فيروس، سلمت على فلان بقى فيه فيروس وهكذا. حلو كده قوي. لما عايز اعطس بلاش اعمل كده، اعمل كده، واذا ما لحقتش ماشي كده بس صبوني ايديكي بس. بالظبط كده، برافو. يعني غسيل الايدي لا تتخيل انه بيموت تقريبا 90% غسيل الايدي بماء جاري لمده 20 ثانيه يموت 90% من الميكروبات والفيروسات اللي على الايدين. يبقى التهويه الجيده، غسيل الايدي، ازاي اقعد لما اعطس. لو طفل تعبان يا جماعه ما يروحش المدرسه، لو طفل تعبان هيعدي وهو هيبقى غير مش مركز، ممكن يحصل مضاعفات من الذهاب. انا اعرف ازاي انه اعراض الفيروس ده هو الكورونا، اعرفه ازاي؟ عايزين نقول انه كحه شديده جافه لمدة خمس أيام غير مبررة، ولازم يكون معاه حرارة، الرشح يكاد يكون مش موجود، يعني الطفل الأم عندها ابنها بيرشح
تعرف انه ده غالبا ده مش كورونا الحمد لله ان شاء الله تمام. فبالتالي كحه جافه شديده زائد حراره موجوده، بالاضافه طبعا لو حصل مضاعفات بيبقى ضيق في التنفس وممكن يبقى ضيق التنفس دوت يوصل لزرقه في الجلد وسرعه في التنفس، وساعات لو الدور عنيف ممكن يوصل لمرحله اضطراب في الوعي بتاع الطفل. دي ما فهمتهاش، هي موجوده على اللوحه، ايه يعني اضطراب في الوعي؟ يعني بقاش مركز، يبقى دايخ، يبقى نايم، همدان، يذاكر مش فاهم، يقول كلام، يبقى نايم، لا النشاط وحش جدا، نايم مش مركز. الله عليك. درجة الوعي دي عندنا كذا درجة وليها مقاييس كمان، بس درجة الوعي دي بالنسبة لنا ودرجة النشاط بتاع الطفل من الحاجات المهمة جدا اللي لازم الأم تخلي بالها، إنه الطفل لو سخن ونشاطه وحش يبقى أنا كده إيه، تبقى خايف. سخن ونشاطه عادي تعرف إن الأمور أبسط مما تتخيل. لا سمح الله. يعني إمتى أقول لأ الواد ده لازم يتعزل؟ إمتى؟ ده قرار صعب. أنت القرار ده قرار طبيب مش قرار الأم. لكن الأعراض اللي إحنا قلناها اللي هي كحة جافة حرارة او ضيق في التنفس، يبقى ده احنا كده شاكين انه كورونا، وبعد كده نعمل التحليل ونشوف اذا كان هو كورونا. فاذا نروح للتحليل لو احنا شفنا انه في كل الاعراض ديت يبقى لازم، وهم اللي يقرروا اذا في عزل او ما فيش عزل. بالظبط، هو شاكك كطبيب فيه ولا لا، او هو محتاج عزل او لا. انا من محبي عمرو اديب والاستاذه رجاء الجداوي، فكانوا قاعدين كده في احدى محطاتنا الجميله عاملين استفتاء بيقولوا انه امتى الست تعزل جوزها اذا جوزها كان عنده. فانا استغربت جدا الموقف كله، انه يعني اعزله في اوضه؟ هل كفايه احنا في بيوتنا لو عرفنا انه حد عنده الكورونا يقدر في نفس البيت لو احنا عندنا امكانيه اوضه وحمام نعزلهم؟ طبيا لا، لا صعب، لان انا عندي حاجه اسمها الانفكشن كنترول اللي هو التحكم في العدوى، دي ليه مواصفات واشكال كتير جدا، ولبس هلبس الجلافز مثلا ازاي، وهلبس الماسك، حتى طريقه لبس الماسك ليها طريقه معينه. صحيح، قصه يعني في اساتذه كبار هم شغلتهم كلهم في مكافحه العدوى. تعرف ان معظم الناس بيحطوا الماسك بتاع البق غلط، بيحطوه يا بالمقلوب على ظهره يعني. وفي نقطه مهمه، احنا الفيروس الكورونا بالمناسبه هو حتى الماسك العادي بيبقى بيقاومه لانه حجمه كبير. نعم. فكره ان انا حتى بلبسه بمسك الماسك كده ده غلط، لازم امسكه من بره عشان ما يتلوش، ولما اجي اقلعه لازم اقلعه من بره ويعدم، ثم اغسل ايديا بالماء والصابون. يعني الزوجه، الزوج، اي حد في اسره العيله المكونه من اي عدد، مش مفروض لا يعزلوه في اوضه ولا يقعدوا يعملوا حكايه الخدمه العاطفيه دي، ملهاش لازمه، يروح المستشفى. طبعا، لان هو احنا ما عندناش الحد، مش هقول الثقافه، طب الحد الادنى للثقافه الطبيه للتحكم في العدوى او مكافحه العدوى تكاد تكون مش موجوده. لا احنا ان شاء الله يعني الاسره المصريه لا تصاب بهذا القرار الصعب، لانه يعني انا بفترض انه عيلتي او كده لما يحصل لحد من افراد الاسره بيبقى صعب عليك انك تاخده وتعزله في طبعاً في مستشفى، بس لازم يعني نشيل العاطفه جنب بالظبط ونتعامل بدقه. وحضرتك عشان ما نضرش، احنا عشان ما نضرش بالظبط.